السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الماتش الثاني ديال هذا النهار بين مصر أرض الكنانة وغينيا بيساو. غينيا بيساو سي مستعمرة برتغالية. هذا الماتش اللي تري امبورطون ليجيبت الى بغات الدوز دوزيام، حيت لا بروميير بلاص خاتها داتها لها نيجيريا. دونك دوزيام بوزيسيون ديال خاص انا مصر واخا كشاك فيها حيت ما قنعتنيش، والمدرب عنده مشاكل مع اللعابه. وكاين حاجه اخرى كما قلت لكم، الى تكلاسات ميستر دوزيام غادي تلاقى مع عسيدي مع البرومي ديال المجموعه ديال الدي اللي فيها الجزائر. دونك كاين واحد ديربي في التومون بين هادشي في حاله الى الجزائر جات الاولى، اما الماتش الجزائر الاولى غيكون الا كانت الكوت ديفوار غتكون الكوت ديفوار وليجيبت. دونك توليكا هاد الكوب دافريك ما ساهلاش. المهم كاينين دو دومي فينال مرسومين من دابا، كاينه نيجيريا والكاميرون في واحد الجهه، والجهه الاخرى مجموعه فيها كما قلت لكم قبيله فيها الجزائر تونس مصر، فيها الجزائر تونس مصر الكوت ديفوار السنغال والمغرب، كله مجموعين في جهه واحده. وهذا الماتش كما انا كنتوقع غيكون ماتش صعيب على المصريين، يقدروا يخرجوا الماتش تعادل وتكون مفاجاه في هذا الجروب. ولكن ما نتمنوش، حنا بغينا المصريين يتاهلوا، حيت الكوب دافريك بلا مصر ماشي كوب دافريك. ولكن هاد الجينيراسيون ديال صالح محمد صلاح جينيراسيون ضعيفه شويه. السلام عليكم.